لاول مره انتاج وفير في ماده اليقطين ببلديه الحوجبات الحدوديه في تبسه يعود الفضل في ذلك الى عمار وهو فلاح احب مهنته وامن بقدراته فكانت النتيجه ايجابيه الى ابعد الحدود درنا تجربه الاولى المسطوره ذره كانت بنجاح كبير جابت حتى هي بالنسبه للطناج جابت ميزان مليح برسك القطار جبنا مياه و35 قنطار في في الهكتار. بالنسبة العام العمل درنا كتجربة كبويا وجانا منتوج كبير، جاتنا بلاسك نحينا قريب 700 ولا 800 قنطار. الحمد لله نشكروا وكانوا الخدامة معانا يعني نشكرهم اليد العاملة كانت الحمد لله معاونتنا. زراعة اليقطين كانت الأولى من نوعها على مستوى الجهة وهي تجربة حاول صاحبها تنويع الإنتاج الفلاحي. فكانت ناجحة رغم أنها جاءت متأخرة وفي النهاية حصل على كميات كبيرة جعلت عمار يصدر منها إلى دولة تونس نحن نخدموا مع مع أخونا عمار وكما راكم تشوفوا في في الكابو يعني ما شاء الله والخدمه الحمد لله يا ربي وربي ان شاء الله يوفق وربي ان شاء الله يسهل لنا في في كل شيء من مديريه الفلاحه، الحمد لله كانت معنا مرافقتنا في اي لحظه، بالنسبه للاسماد وكذا ومراقبه ديما مراقبتنا، الشيء اللي نطلبوه من الاسماد كانت ديما مرافقتنا ما معناش معاها مش في الاصل، صدرنا منه كميه معينه لتونس، والحمد لله كانت كانت حتى هي سلعه ما شاء الله، والباقي هنا راح نديروه في السوق المحليه. الحوجبات منطقه فلاحيه بامتياز، من شانها دعم السوق بالخضروات والحبوب. في المقابل يامل الساكن ان تكون قطبا فلاحيا هاما يدعم الاقتصاد الوطني